طيب بعد ما شرحنا بقى مع عبد الله امبارح الطريقه بتاعته، وهو قال لنا ان هو بيدخل لما بيبقوا الاتنين دول كده مع بعض وده طالع، السؤال اللي الناس سالته معظم الناس يقول لك ايه، طب وانا هعرف منين ان العمله دي؟ احنا هنفضل ندور كده في الاوسي كاد، في الاوسي ين، في الاوسي نيوزيلندي، في الكاد ين، في اليورو باوند، هتبقى شغلانة، لأن أنت عندك هنا على الجزء الشمال حوالي 30 عملة أو 40 عملة، مش هتقعد تدور وتضيع وقت. فاحنا لخصنا الموضوع في الشرط الأبيض دوت، أنت شايف، شايف الباوند استرالي، هو دول الأربعة دول اللي هتركز عليهم. لو أنت عايز تشتري تركز على الأربعة دول الشراء، لو أنت عايز تبيع هتبيع دول. خلينا نبص مثلا الباوند استرالي. الباوند استرالي اول ما بيجي على ثلاثة بيروح ظاهر لك كده اهوت، هنا اهوت خط بالاخضر يقول لك ان الباوند الاسترالي زي ثلاثة، يعني هجيب لك الباوند كات بعد كده وتشوف، بس خلينا في الباوند الاسترالي. احسن عملة دلوقتي هو بيحطها لك اول واحدة فوق، دي اللي المفروض تركز عليها اول واحدة. الباوند الاسترالي بتروح جاي بالشارت الباوند الاسترالي وشايفه، هل هو انا اخضر ابتدى يطلع اخضر ويبتدي يطلع اخضر يبتدي يطلع اخضر، كل اللي عليك بتروح داخل باي وايه، واخد الاربعين نقطة او الخمسين نقطة. ماشي، تعال شوف العملة اللي بعدها الباوند نيوزيلندي. ماشي، لو انت جيت على الباوند نيوزيلندي برضو هتلاقيه ايه، نفس السيت اب. يبقى انا ما اقعدش ادور بقى بالساعة وبالساعتين واقعد امسك عملة عملة وادور، هو هنا هو بيقول لي الباوند استرالي هتبص على الشارت تلاقيه ايه بالاخضر، الباوند نيوزيلندي هتبص على الشارت، يبقى كل اللي عليك تروح جايب الشارت وتشوفه اذا كان بطريقة ابو عبد الله ولا لا. طب الدولار كندا، الدولار كندا ادي جبنا الدولار كندا، شايف الدولار كندا هتلاقيه ايه مظبط لك هنا الباي اهو اهو على طريقة ابو عبد الله، ولما بينزل ويجي طالع تروح مزود، وينزل وتروح طالع تروح مزود، يبقى انت الثلاث صفقات دول كلهم عاملين فلوس النهارده. طيب تعال نشوف الباوند كاد اخر واحده، يبقى انا ما ضيعش وقتي بقى في كل ده. هو بيقول لي احسن اربعه هما دول اللي انت عايز تدخل فيهم، تدخل في دول. الاولانيه بيبقى احسن واحده، اللي بعديها الثانيه الثالثه، بيحطهم لك بالترتيب. نفس الكلام في البيع. ماشي، خلينا ناخد واحدة كمان ايه، ادي الباوند كاد اللي هي نمرة اربعة برضو، دخلت في ايه، في نهاية اليوم قال لك انهوت وايه عملت فلوس. يبقى لو في السل هيديك هنا سل زي دي كده هوت وبتنزل بتاخدها، لو في الشراء بياخد، يبقى دوت بيوفر عليك. ما يجيش بقى واحد يطلع لي عملة يقول لي الدولار تركي ولا النرويجان كورونا، ما هي مش موجودة هنا، يبقى هتضيع وقتك ليه؟ فاهمني؟ ف ده بيقول لك العملة اللي تدخل فيها دلوقتي، انت قعدت قدام الكمبيوتر دلوقتي يقول لك العملة دي دلوقتي اهي، لو انت عايز تتداول هي دي. فانت بتنقي بقى اللي هي ايه، صغيرة لسه طالعة كده هوت ومظبطة، وبتروح واخدها وطالع. هو بيقول لك هنا غالبا بتبقى تلاتة، لو بقت أربعة أو خمسة أو ستة تعرف إن اتحرك. يعني تعالى كده شوف الأسترالي دولار، شايف الأسترالي دولار بقت ستة، هتلاقيها نزلت كتير قوي، أنت عايز تاخدها وهي لسه في تلاتة. فاهمني؟ يعني تركز على الرقم تلاتة بالزائد أو تلاتة بالناقص، يبقى في بدايتها. يعني تعالى شوف كده اليورو دولار مثلا أهو، بيبقى إيه بتلاتة وبالأحمر، فاحنا عايزين نبيع اليورو دولار. ادي اليورو دولار اهو، بص شايف كان عندك سل هنا هوت وطلع واداك فرصة تانية على طريقة ابو عبد الله، ادي المرة التانية وادي المرة التالتة، خدت كل دوت، شايف جايبها اليورو دولار اهو. ماشي، فيبقى دي اول ما بيظهر كده هوت تحت ده بيبقى يديك الإشارة تشوف العملة هي شراء ولا بيع وبتدخل فيها الصفقات. وضحت يا شباب؟ طيب ده بيوريك الناس اللي بتحب الخلفية بيضة، ماشي، وبتدور
بالأخضر فين اللي هتشتريه وده اللي ايه هتبيعه. طيب هنا بقى بيقول لك الباوند ستار. الباوند ستار في ناس يقول لك ايه برضو الموضوع لسه صعب، الموضوع لسه صعب ليه؟ لان انت لسه هتدور على الباوند استرالي، فين الباوند استرالي في وسط دول، وبعد ما تجيبه تروح دايس عليه وتروح نقله اهو، تروح جاي كده مثلا وعامل له على الشرط، فخدت منك دقيقة ولا اتنين. الشرط الاسود دوت انت بتكليك عليها، لو كلكيت عليها بيروح فاتح لك الشرط على طول واخد التريدة واخد الصفقة. ماشي، يبقى في فرق. الاولاني دوت ما بيفتحلكش الصفقة، اللي بالاسود دوت لو انت شفت الصفقة كويسة او عايز تفتحها بتروح دايس عليها هيروح فاتح لك الصفقة على طول. يعني انت لو جبت الباوند استرالي لقيته هنا وده اخضر وده اخضر فعجباك التريد هتعمل ايه؟ هتيجي على اللي هو بالاسود ده وتشوف الباوند استرالي هتلاقيه هنا هوت بالاخضر، تروح دايس عليها يروح فاتح لك صفقة، تقول بقى بوينت 1 تو بوينت 2 بوينت 5 اللي حسابه كبير يدخل بوان لات تو لات، وتروح حاطط ايه زي ما عبد الله كده بيشتغل 50 نقطة 60 نقطة ممكن. ففهمتوا ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ ده بيفتح الشرط بس وبيدي لك الصفقات، ده بيدخلك في التريد بتدوس عليها بيروح فاتح لك الصفقة على طول. واضح؟ اتمنى يكون الشرح ده واضح وان شاء الله تعملوا فلوس كويسة.